بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الفانكشنز، القواعد والخصائص اللي استخدمتها في الماتلاب. فانكشنز هي أداة مفيدة جدا في الماتلاب أو في لغات البرمجة بشكل عام، بتقلل لي حجم والتعقيد جوه أي برنامج. بتعمل ايه الفانكشنز؟ الفانكشنز نوعين، في بيلت ان فانكشنز جوه اللغة الأصلية، زي مثلا اني اقول دالة الساين، لما بنيجي نحتاج نحسب ساين سيتا ما بعملش المفكوك او بعرف له الساين بتاع الفانكشن، انا بستخدم دالة الساين اللي موجودة جوه لغة البرمجة. فكل مرة باجي احسب ساين لزاوية معينة ولتكن سيتا ما بقولوش مين الساين، انا بقول ساين، بستدعي الدالة ساين وبقول ساين سيتا 1، ساين سيتا 2، ساين سيتا 3، وهو بيحسبها، بستدعي الدالة اللي اسمها ساين. فنفس الكلام لو انا عايز احسب حاجة معينة وبكرر الحسبة بتاعتها مرات كتيرة في الشغل بتاعي، يبقى بدل ما كل مرة اعمل الحسبة بتاعتها وارجع اكتبها جوه البرنامج بتاعي مرة واثنين وثلاثة، لأ انا اعمل لها فايل، اما فايل واسميه باسم معين وده هيبقى اسم الفانكشن بتاعتي، وكل مرة احتاج ان انا استخدمه زي كل مرة بحتاج استخدم الساين فانكشن مثلا، يبقى انا هستدعي اسم الفانكشن دي من الام فايل بتاعها واخليه يعمل لها ران، وبالتالي كل مرة هحتاج ان انا اعمل الران بتاعها مش هحتاج ان انا هحسبها من الاول ولا هكتب البروجرامينج بتاعها من الاول، ولكن هستدعي بس الاسم بتاعها من الفايل بتاعها. طيب مثال بسيط على كده، ان مثلا هعمل فانكشن بتاعتي وهسميها فانكشن 1 او فان 1، وان الفانكشن دي الانبوت او الفانكشن بتاعتها هي اكس وواي، وبالتالي هعرف الفايل بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنشوف معانا المثال اللي قدامنا. شكل اول سطر في الفانكشن جوه الام فايل بنكتب فيه فانكشن زد يساوي اسم الفانكشن وليكن فان 1، وبين قوسين الارجمنت بتاعته او الانبوت بتاعه اكس كوما واي. بعد كده بنكتب ديسكريبشن للفانكشن. يعني ايه ديسكريبشن؟ يعني كومنتس لما بنطلب الهلب بعد كده، وهنشوفه في السلايد الجايه، ان انا بكتب توصيف الفانكشن دي بتعمل ايه، عشان دي مش اوامر، ده توصيف. عشان يبان ان ده توصيف لازم بيتكتب في اول سطر منه علامه الدولار ساين او العلامه المئويه، عشان اقول ان دي جمل مش اوامر. فبكتب الدولار ساين وبكتب بعديها الجمل اللي انا عايزاها زي ما انا عايزاها. فبكتب مثلا this is a demo of how to use functions, this function finds the sum of two matrices x and y and stores the output at the matrix z. يبقى ده توصيف للفانكشن واللي هتعمله. بعد كده هكتب الكوماند اللي هيعمل اللي جوه الفانكشن، انه هيقول z تساوي x زائد y، وهحط السيمي كولون عشان ما يطبعش على الشاشة. طيب عايزة اجرب استخدم الفانكشن دي، هنروح على الكوماند ويندو واكتب الماتريكس الاولانية ولتكن الماتريكس A، واقول انها بتساوي الصف الاولاني 1 1، الصف التاني 2 2، الماتريكس التانية B 3 3، والصف التاني 4 4. يبقى انا كده دخلت اول ماتريكس وتاني ماتريكس. وبعدين هاجي اقول اعرف اي ماتريكس تالتة واقول انها اسمها outcome مثلا تساوي، واستدعي الفانكشن اللي انا سميتها fun1 واقول ان outcome بيساوي الماتريكس fun1 الفانكشن fun1، واقول انها للانبوت بتاعي A و B. يبقى الارجمنت او الانبوت اللي انا عايزة اطبق عليهم الفانكشن دي، زي ما بقول مثلا ساين سيتا فلازم احط السيتا بكام، هنا انا هقول فان 1 ل A و B، يبقى هياخد ال A وال B اللي انا كتبتهم فوق ويروح يدخلهم على الام فايل بتاع فان 1، يجري عليهم العملية الحسابية بتاعت فان 1 اللي هي في حالتنا انه يجمعهم، هيعمل عملية الجمع يجمعهم على بعض يحطهم في الاوتبوت اللي اسمه اوتكم ويطبعهم على الشاشة قدامي. طيب انا عايز افهم ايه اللي بيحصل في الفانكشن اللي اسمها fun1، فهقول له help fun1، هيعمل ايه؟ هيقوم طابع لي الجمل اللي كانت مكتوبة في الاول قدامنا زي ما احنا شايفين على الشاشة. طيب ايه القواعد والخصائص اللي لازم اراعيها وانا بعمل ملف الفانكشن وبستخدمه؟ القاعدة الاولى، لازم الاسم اللي هيكون مكتوب للفانكشن جوه وهو نفسه اسم الفايل بره يكونوا identical، يعني لازم بالظبط يكونوا نفس الاسم بنفس السبيلنج. تاني حاجة، الكومنت لاينز اللي بتكون في الأول لازم تكون help text اللي هترجع لما نطلبها على الهيلب. تالت حاجة،
كل function هيكون عندها ال workspace بتاعتها، ملهاش دعوة من الماتلاب workspace. يعني لما اجي ادخل input و output ليها مش هيكون ليهم دعوة بأي variables تانية بتشتغل جوه الماتلاب. رابع حاجة، ان لو انا عايز الماتلاب يعرف variables معرفة فيها يبقى تكون مشتركة على ال function وعلى الماتلاب command window، يبقى ساعتها بنحتاج نستخدم الكوماند جلوبال. مثال فدلوقتي لو هقول function z هي تساوي fun1 of x وy، وبرضو حطينا الدولار ساين علامة المئوية، وحطينا الكومنت او الهلب لاينز بتاعتنا this is a demo of how to use functions, this function find the sum of two matrices x وy and store the outcome at the matrix z. دلوقتي حطيت الكوماند جلوبال جي واحد، يبقى معنى كده ان ده بعرف ان المتغير ده جلوبال، هيكون متعرف هو نفس قيمته جوه الفانكشن وبره الفانكشن. بعد كده بقول ان الجي واحد بعشرة، بعرف قيمة الزد انها اكس زائد واي، يبقى زد اكس زائد واي اللي هيتعرفوا كإنبوت داخلين للفانكشن، الفانكشن بعد كده هتحسب لي الزد بكام. في فانكشن بعد كده تانية function z هي function 2 of x، الفانكشن التانية لما اجي اعرفها الفانكشن التانية دي بتحسب product للماتريكس، المرة دي انا معايا برضو نفس الجلوبال g واحد، هنا انا مش محتاجة اقول له g واحد بكام. ليه؟ لان already g واحد اتعرف جوه الفانكشن الاولانية fun1، فما عادش محتاج يعرف g واحد بكام. فلما يجي يقول ان الزد دي يساوي g واحد في x، وx هو الانبوت بتاع الفانكشن، فلازم هيبقى given، فبالتالي g واحد هيتعرف بعشرة. فبالتالي لما نقول الاوتكم بتاعي لو يساوي function 2 of a، يبقى ال outcome هيساوي ال a بتاعتنا مضروبة في ال g واحد. اخر مثال معانا، بنعرف function تالتة z بتساوي function 3 of x، دلوقتي هنحسب ال square root للعناصر، برضو معايا global g واحد، يبقى نفس ال g واحد اللي تم تعريفه global هاخده معايا، هو اللي احنا قيمته عرفناها من شوية بعشرة. يبقى عندي دلوقتي متغير زد واحد هو جي واحد مضروب في اكس، حيث الاكس هو الانبوت بتاع الفانكشن بتاعتي، زد هو سكوير روت اوف زد واحد، والاوتكم اتنين بتاعي هو في اف فانكشن تلاتة للانبوت A للماتريكس A، والاوتكم اتنين في الحالة دي هيساوي القيم اللي قدامنا.